السلام عليكم حبيباتي احبائي، ومرحبا بكم في قناه عالم عصفور كاميليا. واليوم جيت باش نبارطاجي معكم عيد ميلاد بنتي جوليا اللي دارت 3 سنوات، والعديد اللي طلب مني بانه نشارك معكم هاد لا فيديو حيت شافوها في الانستغرام في ستوريز انستغرام وبغاوني نشاركها معاهم. كي تشوفوا هنايا عندي دو بوفي، واحد بوفي خاص للاطفال فيه الكيك ديزاين 3 طبقات، وفيه البسكويت هنا الصابلي اللي مكتوب عليه جوليا بوب كيك و لو كوب كيك. كيف تشوفوا هنايا عندي الكاطو من 3 طبقات، واحد طبقه فيها الشوكولاته وطبقه الوسطانيه الناس اللي ما تاكلوش الشوكولاته واللي عندهم حساسيه من الشوكولاته، والثالث غير بالفاني الاطفال اللي ما تيبغوش الشوكولاته وتعجبهم هي لا فاني. كيف تشوفوا هنايا في لا فيديو سي نورمال، كاينين غير الاطفال ما كاينينش الكبار، بحيث انا تندخل الاطفال هما الاولين تيجيو مع الجوج، والكبار ما تيبقاو يجيو حتى للربعه ولا حتى للخمسه. كيف تشوفوا هنايا عندي واحد البيفي ثاني هنايا خاص بالمملحات، عندنا لا بيتزا، عندنا لي سيغار بنت الكفته، عندنا دي بسكيتا، عندنا هنايا لي فيرين ديال الصومو، عندنا هاد لي زابيريتيف تا هما ديال سكامبي، عندنا هنايا بحال الشاورما ولكن هي فيها السلامي، وعندنا الفلافل كذلك والبسكويت والشوكولاته صنع منزلي. وعندي هنا فهاد لي فيرين شويه ديال الزعلوك ومدير فيه واحد البسكوي صالي، وكذلك هنايا هاد لي مورانغ. وكذلك غادي نوريكم بسرعه يعني مختصر الفيديو ديال الكيك ديزاين اللي صايبتو لجوليا لعيد ميلاد ديالها، بحيث غادي تلقاو تحضير ديال هاد الكيك كاين في القناه. ديجا حضرته في عيد ميلاد بنتي كاميليا. هنايا هذا بالشوكولاته يعني فيه 4 طبقات، وضعته في الداخل كريمة الزبدة ولي فرامبواز، وغلفته كذلك بكريمة الزبدة، وصايبت هذا الكاطو خاصة هاد الطبقة للناس اللي عندهم حساسية من الشوكولاتة، ودرتو غير بمولي كيك ناتور وبكريمة الزبدة ولي فرامبواز. وكذلك هنايا صايبت عجينة السكر طلقتها وغطيت بها مولي كيك باردون، يعني غير بشويه. هاد العجينه ماشي صنع منزلي غير شريتها، ومره الجايه ان شاء الله غادي نصايبها معكم، من الاحسن تجي حسن ديال الدار. وكذلك هنايا الحاشيه او الحوافيد صايبتهم بواحد الوريضات اللي باش غطينا الحاشيه ديال الكاطو. وهنايا صايبت هاد الطبقه بالبلو سيال، وباش غادي نثبتها على الكاطو الوردي غادي ندير ليها واحد العويدات او اعمده ديال الخشب باش يوقف لينا الكاطو ديالنا عليها. وكذلك هنايا الطبقه الثالثه حتى هي صايبتها بالوردي ونزلتها بنفس العمليه. وهنايا حامل الكاطو حتى هو زينته بواحد شريط ملون توا بالغوز. كي تشوفوا هنايا صوبنا لي مورانغ صنع منزلي، يعني صايبنا في الوردي وفي الازرق ووضعناهم في لي باي، وغادي نديرهم في واحد الكيس بلاستيكي اللي تنديروا فيه القليه بحال اللي تنديروا فيه القليه، وغادي نزينهم بواحد الوريضات اللي شريتهم من اكسيون، كاين الازرق وكاين الوردي، انا ما لقيتش الوردي لقيت الكوغاي، وغادي نلصقهم بلاكول تيجي الشكل ديالهم رائع. وهنايا عندي واحد لي مورانغ حتى هما درتهم في هاد الكيس البلاستيكي، ودرت فيهم هاد لي بوبيلول اللي تيتباعو هكذا دي ستيكرز، وعلقتهم هكذا لصقتهم على هذاك البلاستيك تيجي الشكل ديالهم رائع. وهنايا صايبت لي بوب كيك وزينتهم بهاد الحبيبات الملونه
صايب جوج الاشكال وضعت على القطبان ديالهم على دوك لي باي لي ستيكر ديال لي تات ديال لي بوبيلون، رؤوس ديال لي بوبيلون. وهنايا عندي بسكوي سافلي اللي زينتو بعجينه السكر، وضعت الاسم ديال جوليا عليه، ودرت واحد الوريضات صغيورين في الجوانب اللي تعطي واحد الشكل رائع للبسكويت، وتعطي الشكل راقي كيف تشوفوا. وغادي ندوز دابا باش نصايب لي كوب كيك بنكهه الفاني، وغادي نزينهم بكريمه الزبده، وغادي نزينهم بلي يعني بحبيبات ملونه او لي سمارتيز. هنايا عندي عجينه ديال الصابلي اللي صايبت منها على شكل دائري قلب، وصايبت على شكل ورده. ودابا غادي نحضروا واحد الشوكولاته اللي الداخل ديالها تيجي رائع وانيق، بحيث اللي ذقات الشوكولاته تيسحب انها شارياها ما مصايبهاش في المنزل، تيجي الشكل ديالها رائع، وبهذيك التعليكه اللي كاينه الداخل تجي رائعه رائعه. وان شاء الله غادي نحضر لكم هاد الشوكولاته في القناه قريبا. وهنا عندنا زعلوك كي تشوفوا درته في هاد لي فيغين، ودرت عليه البسكويت سالي. وغادي نحضر دابا البيتزا بموزاريلا وبالثوم والزيتون، يعني درت ثلاث الاشكال، درت مربى دائره، وكذلك هذا اللي صايبته بالكاس ضغطت عليه. صايبنا ثلاث الاشكال ديال البيتزا متنوعه بلاصوص بيضاء وبالمطيشه. ودابا غادي نصايبوا الفلافل اللي تتجي رائعه، ولكن غادي نصايبوها في الفرن باش تكون صحيه. كتشوفوا الشكل ديالها تيجي حتى هو رائع، وغادي ندير لهم هاد العويدات وغادي ناكلوهم كوم دي زابيريتيف. وهنايا غادي نصايب دي زابيريتيف حتى هما اللي غادي نصايبهم في السيليكون، وغادي نوضعهم في الثلاجه، ومن بعد غادي نوضعهم فوق البسكويت. تيجيو حتى هما الشكل ديالهم رائع والمذاق اروع كذلك. هنا صايبناهم بسلامي، وكاين اللي صايبتهم بسكومبي، وغادي ندير لهم في القناة قريبا. ودابا غادي نصايبو لي فيغين ديال الافوكا او الصومون، وغادي نصايبهم كذلك في لي فيغين، وغادي نزينوهم بالصومون من الفوق، وبواحد شوية ديال الربيع ديال البسباس، او ديرو لي سيبولات نوضعهم في الثلاجه يبردوا. وهنايا غادي نصايب كذلك هاد الرغيف ديال التورتيه، غادي نصايبهم اون بورت بياس، نقطعهم دوائر وغادي نوضعهم في هاد الشبيكه، وغادي نديرهم في الفران غير واحد شويه يسخنوا باش يبقى قابطين لينا راسهم. وغادي نوضعوا لداخل ديالهم لا روكيت، وغادي لا داند ولا سلامي ولا لي بغيتو. وهنا غادي ندوزو مباشره باش نصايبو اربعه الاشكال ديال العصائر، واحد بالحامض تيجي المذاق ديالو رائع، هذاك اللي تنشربو في الاعراس. والثاني غادي نصايبو بالجزر، وغادي نصايب فيه واحد النكهه اللي ان شاء الله غادي تشوفوا في القناة. والثالث غادي نصايبوه بالباربا، وكذلك غادي تشوفوا في القناة بواحد السر اللي تيجي رائع المذاق ديالو، بحال تشربوا فرامبواز والفخاز. والرابع ان شاء الله غادي نصايبوه بالبيستاش اللي ان شاء الله غادي تلقاوه في القناة قريبا. وغادي ندوزو مباشرة باش نصايبو دي فيغين ديال السلامي اللي تيجي لذيذ ورائع في الشكل. وهنايا عندنا بسكيتا اللي مصايبتها يعني بكمير الخبز مقطع، وهنايا دي زابيريتيف تاع هما صنع منزلي، وهادو من بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور. فوالا تيجي الشكل ديال هاد دي زابيريتيف رائع. وغادي نوريكم دابا اجواء ديال الحفله غير مقتطفات لا غير، يعني غادي نمر بسرعه. وهذه الصديقه ديالي جوليانا اللي جات هي والزوج ديالها والاولاد ديالها.
غادي نخليكم مع تتمة الفيديو، نتمنى أنه يعجبكم. حبيباتي احبائي، نتمنى ان الفيديو هذا عجبكم وبارطاجيت معكم عيد ميلاد بنتي جوليا يعني باختصار. ولا كان تعجبكم بحال هاد الفيديوهات ولا عجبكم هاد الفيديو وبغيتو ندير لكم كل وصفة في فيديو ممكن نصايبها لكم، علاش لا، وخليو لي هادشي كامل في التعليق ديالكم باش ان شاء الله وقولوا لي باش نبدا واش بالمملحات او الحوايج الحلوه اللي اولى بالكاطو اللي عجبكم. حبيباتي احبائي، وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو وتلايكي وتابونا وتفعلوا الجرس، ضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. الى اللقاء حبيباتي احبائي، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.